السلام عليكم ورحمة الله. نعم، إنه بيض النمل. يعتقد الكثير من الناس أن بيض النمل يستخدم لإزالة الشعر، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فهو يوصف لمنع ظهوره، وهو علاج تقليدي استخدم في قرون سابقة، لكن لم يكن الحصول عليه سهلا كما في وقتنا الحاضر. يستخرج زيت بيض النمل بدقة وتقنية فائقة، واستخراجه يعد مكلفا، وتعتبر تركيا من الدول الرائدة في صناعة أجود أنواع زيت بيض النمل، لأنها تستخدم أدق وأرقى المعايير.